معظمنا سمع عن قصة الأخ الأمريكي اللي كان اشترى سندوتش من ماكدونالدز ونسيه تقريبا في جيب الجاكيت أو البلطو بتاعه لمدة سنة كاملة، ولما لقاه كان تقريبا السندوتش لسه متعفنش، وساعتها الناس قالت إن ده راجع للمواد الحافظة اللي موجودة في الأكل. فأنا حبيت أعمل التجربة معاكم، جبت سندوتش من ماكدونالدز وهنسيبه لمدة سنة كاملة ونشوف فعلا هل هيتحلل ولا لأ. ناكل بطاطس عادي لأن مش محتاجينها في التجربة، وكده كده العصير برضه معناش محتاجينه، والساندوتش مش هيحصل حاجه لو كلت منه حته صغيره وسبت بقيته للتجربه. ده طعمه للامانه حلو، تسلم ايدين الناس اللي شغاله في ماكدونالدز، طعمه جامد. خلاص دي كفايه ونسيبه، مش هيحصل حاجه لو كلت كمان حته من الساندوتش. وكده يا جماعه سبت حته الساندوتش اهي، واشوفكم ان شاء الله بعد سنه. يلا مع السلامه. انا فكرت كويس ولقيت ان التجارب دي بتبقى عايزه معمل، فمش هتنفع عندي هنا في الشقه، فاحنا ناكل السندوتش ده وان شاء الله بعدين يحلها الحلاق.